السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حسان الفنان. إذن أصدقائي نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج حسان الفنان، ودائما الساعة 17:00 بتوقيت بيروت. وبداية نبدأ بعرض أرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا عبر هذه الأرقام 00961180303 و 00961184736. هذه الأرقام اتصلوا وشاركوا، ودعونا نناقش موضوع حلقة اليوم الذي سنتحدث فيه عن طاعة الوالدين. حسنا أصدقائي، إذا موضوع الحلقة طاعة الوالدين، جهزوا وحضروا ما تريدون أن تخبروني إياه عن هذا الموضوع. ونذكركم أيضا برقم الواتساب المخصص لمشاركاتكم التي تصلنا إلى البرنامج، وهو 00961-76-60-550. جائزة اليوم تقدمت دار البنان. في آخر الحلقة سنجري قرعة لنرى من سيكون الفائز بهذه الجائزة. وأيضا أصدقائي سنعرض مجموعة من المشاركات في حلقتنا اليوم على ثلاث مراحل، في بداية الحلقة، في وسط الحلقة، وفي آخر الحلقة. فترقبونا أصدقائي، وأيضا تابعونا في حلقات حسن الفنان على مدار الأسبوع لكي تشاهدوا كل المراسلات أو كل الفيديوهات التي وصلت إلى البرنامج. ونبدأ باتصال الأول لنرى من معنا على الهواء. حسان الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حسان الفنان. السلام عليكم. أهلا وسهلا حسان الفنان. السلام عليكم صديقي محمد مهدي. محمد مهدي يا صديقي، قبل أن نبدأ وقبل صديقي صديق محمد مولى، قبل أن نبدأ، قبل أن نباشر، قبل أن نتلقى الاتصال، لو سمحت أرجو منك محمد مولى، أرجو منك أن تخفض صوت التلفاز قبل أن نبدأ لو سمحت. وأيضا أطلب من كل الأصدقاء الذين يتصلون بنا أن يخفضوا صوت التلفاز قبل أن يدخلوا معنا على الهواء مباشرة، لكي تسنى أن نتحدث ونتواصل بشكل جيد. حسنا، أخفضت صوت التلفاز يا محمد مهدي؟ صفق لي محمد مهدي على هذا الإنجاز اللطيف والجميل. أحسنت يا محمد مهدي. أكرر النصيحة أصدقائي، أخفضوا صوت التلفاز وتكلموا معنا. محمد مهدي كم عمرك صديقي؟ محمد مهدي؟ ألو؟ محمد مهدي؟ ألو؟ نعم. كم عمرك صديقي؟ تسعة. تسعة. أخفضت صوت التلفاز؟ أخفضت صوت التلفاز؟ نعم. ألو محمد مهدي لو سمحت اسمعني من سماعة الهاتف لو سمحت يا محمد مهدي، هل تسمعني جيدا؟ ايه نعم. كم عمرك قلت لي؟ يا محمد مهدي انا بسمع. طيب صديقي، نتحدث اليوم عن موضوع طاعة الوالدين. حسنا، محمد لو سمحت أخفض صوت التلفاز لأني أنا أسأل السؤال أول مرة. نعم. أنتظرك طويلا ثم تجيب عن سؤال مرة. أخفض صوت التلفاز، اسمعني سماعات هاتف لو سمحت، ولا سيكون اتصال فيه مشكلة. حسنان، الآن تسمعني محمد؟ إيه. نتحدث عن طاعة الوالدين يا صديقي. حسنان، نعم. طيب ماذا تخبرني عن طاعة الوالدين برأيك؟ كيف تكون طاعة الوالدين؟ نعم. كيف تكون طاعة الوالدين يا محمد مهدي؟ نعم. ألو؟ ألو؟ ألو شوف، يبدو هناك مشكلة في الاتصال أصدقائي. تواصل محمد مهدي تحت الهواء لنعالج المشكلة ثم نتواصل. محمد لا يسمعني بشكل جيد. نتلقى اتصال آخر في حلقة حسن الفنان لنرى من معنا. رن الهاتف من جديد. ألو؟ ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو؟ ألو؟ كرار، كيف حالك صديقي؟ كم عمرك يا كرار؟ سبعة. من أين تتصل بنا يا صديقي؟ من عيطة. من عيطة في الجنوب؟ بعلبة. في بعلبة؟ بعلبة. ما اسم الضيعة؟ مريتان. أهلا وسهلا صديقي، تحية لك. صفق لكرار، صفق لكرار صديقي، أهلا وسهلا بك، أنت متصل لأول مرة في البرنامج. كرار، نتحدث اليوم عن طاعة الوالدين. حسنا، تسمع دائما كلام الأهل؟ أجل.
لا تعصي كلامهم؟ أجل. دائما يا كرار، يعني ولا مرة خلفت ما قاله لك الأهل؟ أجل. أحسنت يا كرار. طيب عندما يقول لك الأهل الماما أو البابا مثلا يا كرار عليك أن تنتبه للوقت، عندك دروس، اذهب وقم بواجباتك المدرسية يا صديقي، هل تتلكى أو أنك تسمع الكلمة من أول مرة؟ أسمع الكلمة من أول مرة. من أول مرة، أحسنت يا كرار، أنت يعني فعلا صديق مجتهد ومطيع للأهل وبارك الله فيك. حسنا، عندك مشاركة تقولها لي يا كرار قبل أن نقول لك إلى اللقاء؟ أجل. تفضل يا كرار نسمعك، نحن في حسن الفنان. نعم، مبارزة العزب الخمسة. لم أفهم عليك جيدا يا كرار، لو سمحت وضح ما تقوله. أريد العزب الخمسة. تفضل. أحسنت. أحسنت يا كرار، الآن فهمت عليك، تريد أن تعد الخمسات، يعني تضيف خمسة خمسة، وهذه فكرة جميلة. أحسنت يا صديقي كرار، وأشكرك على هذه المشاركة، وانتظرنا إلى آخر الحلقة. اسمك في القرعة يا صديقي. حسنا، مع السلامة يا كرار، في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة يا صديقي. أصدقائي، نذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا عبرها وسنراها على الشاشة، هي الأرقام المخصصة لحسن الفنان، اتصلوا وشاركوا معنا ونتحدث اليوم عن موضوع طاعة الوالدين. صديقي كرار قبل قليل أخبرني أنه يطيع الأهل ولا يعصيهم بأي كلمة وبأي فعل، وهذا ما نريده طبعا. نتلقى اتصال جديد في حلقة اليوم لنرى من مع حسن الفنان على الخط مباشرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن الفنان، من معي؟ نور. نور، كيف حالك يا نور؟ بخير. كم عمرك يا نور؟ 10 سنوات. 10 سنوات يا نور، نتحدث اليوم عن طاعة الوالدين. نعم. كيف حالك مع طاعة الوالدين؟ بخير. أنت تطيعين دائما؟ نعم. طيب، هل تعرفين أن الله عز وجل أوصانا بطاعة الوالدين؟ نعم. هل تعرفين الحديث الشريف يا رضا الله ورضا الوالدين؟ نعم. أن رضا الأهل يأتي بعد رضا الله عز وجل؟ نعم. هذا أمر هام جدا يجب أن ننتبه إليه يا صديقتي. حسنا. طيب نور، هل تعرفين أن يعني عدم إطاعة الوالدين هذا أمر سيء جدا؟ نعم، سيء جدا. أنت تحافظين على هذا الأمر دائما؟ نعم. أحسنت يا نور. طيب نور، عندك مشاركة تقولينها في البرنامج؟ كلا. ماذا تريدين أن نقدم لك؟ لعبة حسابية؟ نعم. دعونا نذهب إلى لعبة حسابية لنور عطوي لنرى ما هو الرقم المفقود وبعدها نحصل على الإجابة يا صديقتي. حسنا؟ حسنا. جاهزة يا نور؟ نعم. هيا بنا إلى اللعبة الحسابية صديقتي نور، برأيك اللعبة أو الرقم المفقود ما هو؟ 11-4 و11-5، كما نرى على الشاشة التلفاز 10-5 على اليسار، 5-3 و7-8. 11-4 هي الإجابة الصحيحة؟ نعم. لنرى الإجابة إن كانت صحيحة تقول 11-4، وإجابة صحيحة يا نور، أشكرك على هذه المشاركة وإلى اللقاء. اسمك في القراءة، مع السلامة. شكرا لك صديقتي وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، نذهب الآن لمشاهدة أول مجموعة من مشاركات الأصدقاء التي وصلت إلى حسن الفنان، ونتابع معكم الحلقة مباشرة على الهواء بعد هذه المشاركات. إلى المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا.
صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثار به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا باثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم يزل خبير صدق الله العلي العظيم. هذه المشاركات أصدقائي، وترقبونا خلال الحلقة أيضا عندنا مجموعة ثانية وثالثة من المشاركات للأصدقاء الذين أرسلوا الفيديوهات، ونتلقى اتصال جديد في حلقة اليوم من حسن الفنان. وأذكركم أن موضوع الحلقة يحكي عن طاعة الوالدين. ألو، السلام عليكم. حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ رامة ملحم. أهلا وسهلا بك يا رامة، كيف حالك؟ بخير. راما كم عمرك؟ 11 سنة. تحياتي لك يا راما. راما، استمعت إلى موضوع الحلقة الذي نناقشه؟ نعم. عن ماذا نتحدث؟ طاعة الوالدين. عندك تعليق حول الموضوع؟ لا. نعم؟ لا. أنا أعطيك رأيا أو نصيحة معلومة صديقتي. طاعة الوالدين صديقتي، أوصى الله عز وجل بطاعة الوالدين، وأيضا الأهل يعني خاضوا تجارب كثيرة وعندهم معرفة كبيرة، وربونا وتعبوا بنا وقدموا لنا من دون مقابل. أقل شيء نقدمه لهم ما هو؟ أن نطيع. أن نطيع، صح؟ نعم. حسنا يا رامة. طيب، لما نذهب إلى سؤال مسابقة لنرى ماذا جهز لك البرنامج. نعم. هيا بنا إلى المسابقة. توجد حاسة الذوق في قدميها، نتحدث عن النملة أو عن الفراشة صديقتي. حاسة الشم لديها، عفوا، حاسة الذوق لديها في قدميها، هل هي النملة أو الفراشة؟ الفراشة. الفراشة. حاسة الذوق أو تذوق للفراشة في قدميها، متأكدة من الإجابة؟ نعم. لا تردد؟ نعم. لا تغيير؟ نعم. طيب، نذهب إلى الإجابة. إذن قالت راما أن الفراشة حاسة الذوق لديها في قدميها، لنرى الإجابة إن كانت صحيحة.
أحسنت لنا الفراشة يا راما، واسمك في القرعة. انتظرينا إلى آخر الحلقة يا صديقة. أصدقائي، تأكدوا أن كل نصيحة يقدمها لنا الأهل هي لمصلحتنا. حسناً، خاصة إذا كنا صغاراً سنكتشف عندما نكبر إن شاء الله أن كل نصائح وكل ما قالوه لنا الأهل كان لمصلحتنا، وهم أدرى بنا ويعرفون طريق الصواب ويعرفون أين الصح وأين الخطأ. صحيح أصدقائي؟ لنأخذ رأي أحد الأصدقاء بهذا الموضوع. ألو، اتصال جديد. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ راما حمادي. راما، كيف حالك يا راما؟ بخير. كم عمرك يا راما؟ 6 سنوات. 6 سنوات، أهلا وسهلا يا راما. راما، شاهدت الحلقة من البداية؟ نعم. استمعتي إلينا؟ نعم. عماذا نتحدث مع الأصدقاء يا راما؟ من يجلس بالقرب منك يا راما؟ راما؟ من؟ أمي ووالدي. الأهل يعني، الوالدين صح؟ نعم. أنت دائما تسمع الكلمة يا راما؟ نعم. بتعذبيهم شيء؟ نعم. شوي؟ شوي والله إنه أبدا؟ دائما دائما تطيعين الأهل؟ نعم. أحسنتي، صفي كل يا راما، أحسنتي يا راما. هكذا نريدك، نريد كل الأصدقاء أن نطيع الأهل والوالدين، لأن الله أوصى بطاعة الوالدين صديقتي. حسناً، طيب راما هيا أسمعيني، ما عندك ماذا ممكن أن تسمعيني كمشاركة؟ دعاء الحمد. دعاء الحمد، تفضلي نسمعك. اللهم كل ولي الحمد لك اسمع الحمد صلواتك عليه وعلى أبائي يا سبحانه وفي كل ساولي محق مقارن فاسم ذليل معين حتى تسلمه أرض فضوة وتمتعه رحمة يا أرحم الراحمين وهم على سيدنا محمد وعلى أحسنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صديقتي راما، أشكرك على هذه المشاركة، وانتظرينا إلى آخر الحلقة سنجري القرعة. مع السلامة في أمان الله. صديقتي، أصدقائي، نذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا عبر حسن الفنان مباشرة على الهواء، وأيضا ألفت نظر الأصدقاء أنه بإمكانكم العودة إلى موقع اليوتيوب على قناة طه لمشاهدة كل الحلقات التي عرضناها سابقا، وأيضا لمن يحب ويرغب بمشاهدة بث البرنامج مباشرة على الهواء يمكنه متابعتنا على اليوتيوب عبر صفحة قناة طه ونحن نبث بشكل حي. نتلقى اتصال جديد. لدينا هاتف البرنامج، نرى من معنا على الخط. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، اهلا وسهلا يا احمد، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. احمد، ماذا جهزت لنا اليوم من موضوع، او ماذا تحب ان تعلق على موضوع طاعة الوالدين؟ يقول الله تعالى، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف، ولا ولا تنهلهما أحسن لهما قولا كريما. بارك الله بك يا أحمد، أحسنت. هذه الآية القرآنية صديقي لخصت كل موضوع الذي نتحدث عنه، صحيح؟ صح. طيب أحمد، ماذا تنصح الأصدقاء الذين يسمعون أو يشاهدون وعندهم مشكلة بطاعة الوالدين، يعني ما بيسمعوا الكلمة كثير، أو أن يطيع والديهم وأن يكونوا مشاهدين. أحسنت يا أحمد. طيب ومن مثلا لم يقم بهذا الأمر، ماذا تقول له؟ يعني ما هي سلبيات أو ماذا يمكن أن يحصل للشخص الذي لا يطيع والديه؟ ممكن أن يدخل مثلا إلى النار، يعني ممكن أن لا يرضى عنه الله عز وجل، لأن رضا الوالدين ومن رضا الله، الله أوصانا برضا الوالدين، صح؟ صح.
أحسنت صديقي أحمد، أشكرك على هذه المشاركة وتحيات خاصة لك من برنامج حسان الفنان. أنت صديق عزيز يا أحمد، في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أحمد، شكرا لمتابعتك. أصدقائي نتلقى اتصال جديد في حلقة حسان الفنان ونتحدث عن طاعة الوالدين. نذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي تصل إلى البرنامج عبر هذه الأرقام. أرقام هاتف البرنامج لو سمحتم هذه الأرقام 00961-1820-329-00961-1844-763. أيضا اليوم سنعرض مجموعة جديدة من المشاركات، وقد شاهدنا في بداية الحلقة المجموعة الأولى ولدينا مجموعة ثانية ومجموعة ثالثة إن شاء الله، ترقبونا أصدقائي. نتلقى اتصال جديد في حلقة حسان الفنان. وصل الاتصال، يلا الاتصال يجهز على حسان الفنان. وصل الاتصال، لنرى من معنا على الخط. أنا حسان الفنان، من يتصل بنا؟ ألو 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 ألو. السلام عليكم. فاطمة. أنا. يا فاطمة كيف حالك؟ فاطمة الخرسيسي. أهلا وسهلا بك يا فاطمة. ألو. كيف حالك فاطمة؟ السلام. فاطمة قبل أن نبدأ بالتواصل أرجو منك أن تخفضي صوت التلفاز من فضلك لو سمحتي، نتمنى عليك. الحمد لله. أخفضي صوت التلفاز. أهلا وسهلا بك فاطمة، لكن أخفضي صوت التلفاز في البداية لكي نتواصل بشكل جيد وشكل أفضل. حسنا أخفضت صوت التلفاز. نعم. أهلا يا فاطمة. فاطمة تشاهدين البرنامج دائما؟ نعم. التحقتي بنا الآن في الحلقة أم من البداية شاهدت البرنامج وعرفتي عن ماذا نتحدث؟ شاهدت البرنامج. طيب عن ماذا نتحدث اليوم؟ عرفتي؟ عن طاعة الوالدين. أحسنتي. كم عمرك في البداية قبل أن أنسى؟ سبعة. سبعة. طيب عندك ما تقولينه حول طاعة الوالدين صديقتي؟ نعم، أن نطيع والدينا دائما. أن نطيع والدينا دائما. أحسنت. لماذا يا صديقتي؟ لأن الله هكذا يقول في القرآن. أحسنت. الله تعالى أوصانا بطاعة الوالدين ودائما يرضى الله رضا الوالدين يا صديقتي. وهل تعرفين أن طاعة الوالدين دائما يعني تأتي لنا بالأشياء الجميلة في حياتنا وتكسبنا أشياء هامة، لأن عدم طاعة الوالدين يمكن أن يوصلنا أو يكسبنا المعاصي وهذا يجب أن نتجنبه، صحيح؟ صحيح. ودائما الأهل ربما يكونوا هم الجهة الوحيدة التي ينصحونا من دون مقابل، صحيح يا صديقتي؟ نعم. يعني دائما يجب أن نسمع كلام الأهل لأنهم يعطون النصيحة لمصلحتنا. صحيح. حسنا يا فاطمة. طيب فاطمة عندك أي مشاركة تقدميها للبرنامج؟ نعم. تفضلي، ماذا تريدين أن تقولي؟ اللهم صلي وليك. تفضلي يا صديقة. نعم. فواتك علي وعلى أبائك هذه الساعة. طيب. وليا محافظا وقائدا وناصرا ولدينا معين حتى إنه أتقى طوى وتمتعك يا خيلة برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله بك يا فاطمة، أحسنت على هذه المشاركة. حافظ صوت المعارف. نعم؟ حافظ صوت المعارف. نعم. ممكن أن تسمعين بعض الآيات منها يعني؟ نعم. هيا اسمعينا يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في حج كان مقداره 50 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. بارك الله بك يا فاطمة. فاطمة سؤال لك، أنت تحفظين دائما القرآن الكريم؟ نعم. كم سورة تحفظين من القرآن؟ كثير من السور. ما شاء الله، كل يوم تقرأين القرآن؟ نعم. أحسنت يا فاطمة، يا أنت من المداومين على قراءة القرآن. نعم؟ نعم. أحسنت يا فاطمة، بارك الله بك وتستاهلين تصفيقا كبيرا في البرنامج. تابعينا إلى آخر الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين صديقتي، واسمك في القرعة. شكرا ومع السلامة صديقتي. أصدقائي دعونا نذهب الآن لمشاهدة المجموعة الثانية من مشاركات الأصدقاء ونعود إليكم لمتابعة حسان الفنان.
يكون من جنودة. فاطمة وين؟ سيدي يا صاحب الزمان، لك التحية والإكرام، نرسل إليك الدعاء في يوم مولدك الشريف. قلوبنا عطشة لرؤياك، الظلم كسر علينا وتكاسرت علينا الأمم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي حقق أحلام بظهور حبيبي وإمام، في دولتي يحيا الكل بسلام ويسود العدل. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وناصرا. الحجة الحسن صلى لك عليه الساعة شكرا لهذه المشاركات أصدقائي، وترقبونا أيضا، لدينا مجموعة أخيرة في حلقة اليوم إن شاء الله سنراها قبل إجراء القرعة بدقائق. ونذكركم بأرقام هاتف البرنامج وهي على الشكل التالي، أرقام المخصصة لاتصالاتكم ومشاركاتكم. ونتحدث اليوم عن طاعة الوالدين، وفي آخر الحلقة عندنا جائزة أصدقائي بعد إجراء القرعة. وألفت نظر الأصدقاء لمن يحب أن يشاهد الحلقات التي عرضت لحسن الفنان، عليه الذهاب إلى موقع قناة طه على اليوتيوب ومشاهدة الحلقات. وأيضا لمن يريد ويرغب بمتابعة الحلقة مباشرة على الهواء، نحن في بث حي أيضا على موقع اليوتيوب. نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان لنرى من وصل إلى البرنامج الآن في هذه اللحظات. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الفنان، من يتكلم معنا؟ محمد زكريا حي. محمد زكريا حي. أهلا وسهلا محمد حي، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. كم عمرك يا محمد؟ 6 سنوات. كم؟ 6 سنوات. 6 سنوات، أهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، استمعت إلى البرنامج من البداية عن طاعة الوالدين نتحدث؟ نعم. أنت تطيع الأهل دائما؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ولا مرة خلفت رأي الأهل؟ يعني هيك هيك؟ أحيانا. طيب، أنصحك يا صديقي بالمحافظة على أهمية أن نطيع الأهل والوالدين. حسنا، حتى يا محمد حيك، حتى صديقي، يعني حتى في أمور نحن لا نرغبها أو بالأحرى نرغبها ونحب أن نقوم بها والأهل لم يعطونا موافقة، علينا أن نمتنع عنها لأنهم هم أدرى بمصلحتنا وهم أعرف بما يجب أن نقوم به، صحيح؟ نعم.
حسنا يا صديقي، يعني تعدني بأنك ستطيع الأهل؟ نعم. أحسنت يا محمد. عندك ما تقوله؟ آيات قرآنية، تحكي لي قصة، دعاء، أي مشاركة ممكن تقدم لي؟ نحن نسمعك يا محمد، تفضل. نعم. تفضل يا محمد حايك. سورة القدر. سورة القدر، وخاصة نحن على يعني على أبواب شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان أنزل في أي ليلة يا محمد؟ ليلة القدر. في ليلة القدر، هيا تعال اسمعني، نحن نسمعك، تفضل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، نزلت الملائكة والروح فيها بإذن ربكم من كل أمر، صدق الله سلام هي حتى صديقي. احسنت، ولكن صديقي انصحك ان تعود الى القران او يعني تاخذ مساعده من ماما والبابا لكي يصححوا لك بعض الايات، هناك بعض الايات فيها بعض الاخطاء اللغويه. حسنا، نعم، احفظها جيدا، وانا انتظرك في شهر رمضان المبارك لكي تسمعنا السوره كامله متكامله. حسنا ان شاء الله. شكرا يا محمد حايك، اشكرك تصفيق محمد حايك على هذه المشاركه. صفقوا لمحمد حايك أصدقائي على هذه المشاركة الجميلة، وشكرا وتحياتي لك يا محمد، وإلى اللقاء، واسمك أدرج في القرعة. اتصال جديد في حلقة اليوم من حسن الفنان، لنرى من معنا على الخط مباشرة. حسن الفنان، من يتكلم معنا؟ ألو، محمد الجواد علي حمية. علي؟ محمد علي، محمد علي حمية. محمد، اسمك محمد علي او اسم الاب محمد علي؟ الجواد. محمد الجواد. صديقي، الو، نعم، اسمك محمد علي او محمد جواد علي؟ محمد الجواد علي. محمد الجواد، يعني علي هو اسم الوالد صح؟ نعم. يعني اسمك محمد الجواد. حسن، ليست مشكله، محمد الجواد علي حميه. اهلا وسهلا بك يا صديقي محمد الجواد، كم عمرك يا محمد؟ 10 سنوات. 10 سنوات، منذ متى تتابع حسن الفنان؟ كل يوم. كل يوم، ماذا يعجبك في البرنامج يا صديقي؟ حسن الفنان. أنا أشكرك على هذا المديح صديقي، وهذا من لطفك يا محمد الجواد. محمد، استمعت إلى الحديث مع الأصدقاء حول موضوع طاعة الوالدين؟ نعم. جهزت لي أي شيء تقوله في هذا الموضوع؟ أم أنا أسألك سؤال، أطرح عليك سؤالا؟ هل تمني أن أقرأ سورة طه؟ سورة طه؟ تفضل، تحفظها غيبا؟ نعم. هيا محمد، تفضل، نحن نسمعك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن مبشرا وتذكرة لمن خشى، تنظيما من خلق الأرض والسماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما تحت السراء، وإن تجد بقول فأنه بالعلم السر وأكبر، أنه لا إله إلا هو، أحمد الأسماء الحسنى. أحسنت. أحسنت يا محمد الجواد، أحسنت، نكتفي بهذا القدر من الآية من سورة طه، وتصفيق لك حال من البرنامج. تصفيق يا محمد الجواد، وشكرا لك، وانتظرنا في آخر الحلقة إن شاء الله، سنجري القرعة، ربما يكون اسمك من أسماء التي تختارها القرعة. مع السلامة وإلى اللقاء. نذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا في حسن الفنان، وهي على الشكل التالي، هذه الأرقام المخصصة للبرنامج. أصدقائي اتصلوا وشاركوا ونحن بانتظاركم. وأيضا ألفت نظر الأصدقاء أن هناك مجموعة ثالثة سنعرضها اليوم في حلقة حسن الفنان للمشاركات التي وصلت إلى البرنامج. وأيضا أقول لكل أصدقاء الذين أرسلوا مشاركاتهم عبر الفيديو عبر رقم الواتساب أن عليهم الانتظار، هناك الكثير من الفيديوهات التي وصلتنا ونحن نعرضها تباعا، كل حلقة نختار مجموعة من الأصدقاء ونعرضها، وانتظرونا أصدقائي تباعا. نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان، نقول ألو، السلام عليكم. ألو. طيب، إذا أصدقائي نحن ننتظر الاتصال لكي يجهز، ودعونا نذكركم برقم الواتساب المخصص
الفيديوهات التي وصلت إلى حسان الفنان. هذه المشاركات 00961766055 على هذه أو على هذا الرقم نستقبل مشاركاتكم أصدقائي. أصدقائي بالنسبة لوقت لطاعة الوالدين علينا أن ننتبه جيدا، لأن الأهل هم أحرص أشخاص على مصلحتنا، علينا أن نطيعهم بأي شيء، حتى لو كنا نرغب بأي فعل نريد أن نقوم به والأهل لم يعطونا موافق علينا أن نبتعد ونمتنع عنه، لأنهم أدرى بمصلحتنا وهم أخبر وأعرف منا. حسنا، وبالنهاية طاعة الوالدين هي من طاعة الله. ووصل الاتصال إلى البرنامج، لنرى من معنا على الخط. حسنا الفنان، من يتصل بنا؟ ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بحسن الفنان؟ عباس أحمد. أهلا بصديقي عباس. عباس عمرك 10، 11، 12، كم عمرك؟ 9. لا 10 ولا 11 ولا 12. عباس، نتحدث عن طاعة الوالدين، استمعت إلينا صحيح؟ نعم. لديك مشاركة حول الموضوع؟ أهلا. هيا أخبرني يا عباس قبل أن نذهب إلى المسابقة. تفضل يا عباس. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحمني وارحمهما كما ربياني صغيرة. أحسنت، بارك الله بك. ارحمهما كما ربياني صغيرة. والزمان بأحسان أحسان والسيئات عفوا ومغفرة وارضوان. أحسنت أحسنت يا عباس، هذا دعاء صديقي أيضا ممكن أن نقرأه خلال الصلاة صحيح؟ ندعو للوالدين صحيح؟ أحسنت يا عباس، يعني هو أيضا من المستحبات جدا أن نقرأ هذا الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. بارك الله بك يا عباس، وأنصح كل الأصدقاء أن يحفظوا هذا الدعاء ويرددونه في أي وقت وخصوصا أثناء صلاتهم. عباس، عندك أي شيء تقوله قبل أن ننتقل إلى سؤال المسابقة؟ طيب نذهب إلى السؤال. هيا بنا إلى السؤال لنرى ماذا يقول صديقي. سورة الفاتحة تسمى بأم الكتاب، صحيح هذه المعلومة؟ أنت نعم صح، الفاتحة تسمى بأم الكتاب صح. طيب نرى الإجابة إن كانت صحيحة يا عباس. إذن عباس يقول أن سورة الفاتحة تسمى بأم الكتاب صح، إجابة صحيحة يا عباس، واسمك في القرعة. مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء، في أمان الله يا عباس. أصدقائي، نذكركم أن هناك مشاركات للأصدقاء سنعرضها بعد دقائق إن شاء الله في البرنامج. ونتلقى اتصال جديد في حسن الفنان، نقول ألو، رن الهاتف. رن الهاتف من جديد، لنرى من معنا على الخط مباشرة. أنا حسن الفنان، من معنا؟ ألو؟ ألاء؟ نعم. كيف حالك يا ألاء؟ كم عمرك؟ 11. أهلا وسهلا، أنت أول مرة تتصلين بالبرنامج، أرحب بك. نعم. نعم؟ نعم، نرحب بك في البرنامج يا ألاء، أنت تتابعين دائما؟ نعم. تتابعين البرنامج دائما؟ نعم. ما الذي لفتك أكثر شيء في البرنامج؟ كل شيء. كل شيء، طيب حسنا، إذا كان لديك أي أفكار، أي ملاحظات، أي أشياء ممكن أن تقولي البرنامج، نحن بانتظارك يا ألاء. حسنا. نسمع من الأصدقاء ونشكر طبعا آرائهم القيمة. طيب ألاء، نتحدث من بداية الحلقة عن موضوع طاعة الوالدين، بالتأكيد لديك تعليق حول الموضوع أو ممكن أن تخبريني عن كيفية طاعة الوالدين وكيف يجب أن نتصرف تجاه هذا الموضوع، هذا الأمر الهام. ممكن أن تسمعيني ما لديك؟ أن أساعدهم وأوصيهم. نعم. أن أساعدهم وأوصيهم. نعم. وأن لا أعصبهم. طيب ألا أطلب منك أن تقتربي أكثر من سماعة الهاتف لو سمحتي؟ نعم. لكي نسمعك بشكل أفضل. طيب طاعة الوالدين، ممكن أن تعطيني مثلا أمثلة على كيفية طاعة الوالدين، يعني كيف ممكن أن نطيع والدينا بأي أمور مثلا؟ إذا طلبت مني شيء ولم تطلبها. نعم. إذا طلبت مني شيء ولم تطلبها. صوتك غير واضح صديقتي، ممكن أن تقتربي أكثر من نحو الهاتف؟
شيء ولا احسنتي الاء. طبعا طبعا. طيب وايضا يا صديقتي هل تعرفين ان المحافظه على الوقت والاهتمام بامورنا ودروسنا والتي يعني تطورنا وتعطينا النجاح والتقدم هي امور من طاعه والدين حتى لم يطلب منا الاهل هذا الامر؟ نعم. يعني بحد ذاتي ان اقوم بهذا الامر وان لا اضيع وقتي عندما ياتي الاهل و يعني يشاهدون أني أقوم بواجباتي، لا أضيع وقتي، أهتم بدروسي، أهتم بأموري. هذا أمر يفرح الأهل، والأهل لا يريدون منا إلا أن نطيعهم بهذه الأمور، لا يريدون منا إلا أن نعمل ونتطور ونتعلم، صح، ونستفيد من كل شيء نقوم به، صحيح يا صديقتي؟ صحيح؟ نعم. طيب. نعم. شحوري شحوري. حسنا، ليست مشكلة، سنصحح العائلة. شحوري أهلا وسهلا بك ألاء. طيب ألاء عندك مداخلة قبل أن نقول لك إلى اللقاء أخيرة؟ نعم. تفضلي. لا مش كثير. تفضلي. ألو ألو، ذهبت ألاء، ليست مشكلة ألاء. بكل الأحوال انتظرينا حتى ختام الحلقة، نتمنى أن تكوني من الفائزين. شكرا لك ألاء شحوري، كنت معنا في حسان الفنان. أصدقائي لنا الآن وقفة أخيرة مع المجموعة الثالثة في حلقة اليوم، وهي المجموعة الأخيرة للأصدقاء عبر مراسلاتهم التي وصلتنا إلى حسان الفنان. دعونا نذهب نشاهدها معا ونعود لمتابعة حسان الفنان ونجري القرعة ونرى من الفائز. إلى الحلقة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقاضيا مناصرا. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. لوليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. يا صاحب الزمان الصاع انتظار العجل العجل. الفرحة فرحة الفرحة فرحانة 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 الفرحة فرحانة. يا صاحب الزمان أدركنا العجل العجل يا مولاي. يا صاحب الزمان أجبالك يا مهدي في انتظارك.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. شكرا لكل أصدقاء الذين أرسلوا هذه المشاركات. أصدقاء ترقبونا في حلقات أخرى أيضا، لدينا الكثير من الفيديوهات التي وصلت إلى البرنامج ونحن نعرضها تباعا. عندنا اتصال أخير. اتصال أخير قبل إجاء القرعة أصدقائي، لنرى من معنا على الخط. نأخذ اتصال سريع لكي لا ينتظر على الهواء كثيرا. حسن مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. كم عمرك يا صديقي؟ 12. أهلا وسهلا بك يا حسن. حسن، نتحدث عن طاعة الوالدين، استمعت إلينا؟ نعم. عندك مداخلة سريعة قبل أن نجي القرعة؟ رضا الله من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. وأيضا هناك آية قرآنية في القرآن تتحدث عن طاعة الوالدين، تعرفها؟ لا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صحيح؟ صحيح. حسن يا صديقي حسن، طيب حسن، حدث معك شي مرة وما سمعت كلمة الأهل البابا والماما؟ نعم. شي مرة ما سمعت كلمة الأهل؟ لا. دائما تسمعها؟ نعم. يعني أنت مثالي. أحسنت يا حسن. صديقي أشكرك على هذه المشاركة وإلى اللقاء. حسناً؟ حسن، مع السلامة يا حسن. شكرا لك أصدقائي. دعونا نذهب لإجراء قرعة البرنامج لنرى من معنا على أو من سيكون الفائز في القرعة. إلى القرعة. الفائز صاحب الرقم 4، إنها لنرى من فاز معنا. من صاحب الرقم 4؟ راما ملحم. مبروك لك يا راما ملحم على الجائزة المقدمة من دار البنان. أشكرك وأشكر كل الأصدقاء الذين اتصلوا والذين حاولوا ولم يحالفهم الحظ. جربوا أصدقائي نهار الغد وفي حلقات المستمرة على الهواء مباشرة الساعة 5 بتوقيت بيروت. لنا موعد آخر إن شاء الله نهار الغد الساعة 5 مع حسن الفنان. إلى حينها أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.